مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج ملفات. النهارده هنتكلم في ملف هام جدا، هو ملف السياحه. لكن خلينا ناخد خبر هام جدا. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعه برنامج الطروحات الحكوميه في البورصه المصريه، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات. واكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومه من اهميه خاصه لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها وتحسين بيئة التداول وزيادة المعروض من الشركات المقيدة لها أوراق مالية بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح بالبورصة. طبعا مسألة الطرح بالبورصة يعني ده شيء مهم جدا، لأن بيتم التداول من خلال بورصة الأوراق المالية، وبيبقى طبعا في قيمة فعلية لهذه الشركات، ولازم نفرق ما بين الخصخصة الذي كانت تتم في سنوات سابقة اللي صاحبت السمعة الغير طيبة، وما بين الطروحات الحكومية التي يتم فيها الطرح بقيمة فعلية يعني للشركات. وبيتم طبعا طالما في طرح في البورصة فبيتم عرض أكتر من سعر، أو بيبقى في سعر للأسهم اللي بتطرحها الشركة وبيبقى في أكبر سعر للسهم. نتمنى يعني ان شاء الله يكون هاتان الشركتان هي بداية لتحويلات مالية وتدفقات مالية محتاجها السوق. نتحول الى الملف الرئيسي في حلقتنا النهاردة، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاول للجنة الوزارية للسياحة بعد اعادة تشكيلها. واكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها أو الجديدة. وأكد مدبول على استعداد الحكومة لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد من المقرر أن تطلق وزارة السياحة حملة ترويجية دولية خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات. وتستهدف الحملة العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية مع إمكانية تعديل الأسواق حسب التغيرات الدولية. حول جهود الدولة لدعم قطاع السياحة تدور حلقتنا النهاردة من برنامج ملفات مع ضيف في الاستوديو الأستاذ هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرف شركات السياحة. منورنا أستاذ هشام. الحمد لله على السلامة. أهلا بحضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف الهام جدا وهو ملف السياحة في مصر، فابقوا معنا. تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية دعما كبيرا لقطاعي السياحة والطيران من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي تعمل على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر. مؤشرات إيجابية على عودة السياحة المصرية إلى طبيعتها مع تعافي العالم تدريجيا من آثار جائحة كورونا. وتستهدف وزارة السياحة العديد من الأسواق منها أوروبا الغربية والشرقية والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الأسواق العربية التي تعد من أهم الأسواق المستهدفة. وتعد مصر هي قلب الوطن العربي، ويعتبرها العرب أحد المقاصد السياحية المفضلة لديهم لما تتمتع به من عدة مميزات، من أهمها الحضارة الفريدة وسهولة السفر إليها فضلا عن احتفالاتها بجميع المناسبات والأعياد. كما تمتلك مصر جاهزية كبيرة لاستقبال زوار العالم، خاصة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وقرارات مهمة أبرزها تبسيط إجراءات السفر لجنسيات مختلفة، علاوة على رفع مستوى الخدمة الفندقية وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي.
وجاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أفضل الوجهات السياحية طبقا لسكاي سكانر العالمية. وكان للسياحة الداخلية دور كبير في تعافي القطاع بعد ظروف تفشي كوفيد-19، فوصل معدل نمو السياحة الداخلية في مصر إلى 93% على أساس سنوي مقارنة ب-2019. كما تعمل وزارة السياحة على ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، مما يسهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة، مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية، وهو ما يعد مطلبا أساسيا من جانب منظمي الرحلات والسائحين. من ناحية أخرى، تولي وزارة الطيران المدني دعما دائما لقطاع السياحة المصري، مما أسهم في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية من خلال منح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم. كما تم مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها في هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيف الاستوديو الاستاذ هشام ادريس، عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرف شركات السياحه. خليني في البدايه يعني قبل ما اتكلم على السياحه في مصر قبل يعني 2010 ووضع السياحه الان، اتكلم على اهميه رئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاول للجنه الوزاريه للسياحه. وهل في لجنه وزاريه للسياحه؟ يعني بس طالما لجنه وزاريه للسياحه يبقى بنتكلم على اكتر من وزارة وسيدة الشيخ. تمام. طبعا انا شايف ان ده مهم جدا جدا جدا، لان وزارة السياحة نفسها بيأثر فيها مجموعة وزارات. يعني لازم هتلاقي كل الوزارات وزارة الرياضة بتأثر في السياحة. تأكيد. وزارة الطيران بتأثر في السياحة. وزارة البيئة بتأثر في السياحة. الصحة بتأثر. وزارة المالية بتأثر في السياحة، لان اي قرار كان بيصدر من اي وزارة معينة ممكن يكون ليه توابع تؤثر على السياحة. عشان كده انا شايف ان اهمية وجود رئيس مجلس الوزراء ان هو يكون كل الوزارات موجودة فيها او ممثل لكل الوزارات موجودة فيها، شايف ان ده ليه اهمية كبيرة جدا. وخاصة ان احنا في يعني حاجات صغيرة جدا ممكن تأثر في السياحة بصورة كبيرة. ليه ما يتعاونوش كل الوزارات ونبتدي نشيل كل العقبات اللي موجودة زي ما فكرت الدولة في الفترة الاخيرة انها التحركات بتاعتها. انا شايف ان ده ليه اهمية كبيرة جدا طبعا. تمام. استاذ هشام، خلينا احنا بنتكلم على السياحة عندنا في مصر يعني 2010 او قبل 2011 او قبل يناير 2011 كنا بنتكلم على 14 مليار تقريبا دولار، بنتكلم على 4 مليون سائح في السنة تقريبا. النهاردة عايزين نتكلم على وضع السياحة، لان في ازمات كتيرة تعرضت لها الدولة المصرية حتى والعالم كله، يعني كورونا وبعد كورونا دلوقتي في الحرب الاوكرانية الروسية. السياحة عاملة ايه في مصر دلوقتي؟ طبعا انت حضرتك ذكرت من قبل 2010، احنا 2010 كنا وصلنا لحوالي 15 مليون سايح، وكان يعتبر 15 مليون سايح فده كان يعتبر من الارقام الكبيره. بس برضو ال 15 مليون دول كان اسبانيا 90 و95 مليون. يعني لو ان المقاومات اللي موجوده عندنا اعلى من اللي موجوده في دول كتير جدا. هتكلم عن المقاومات. ف 2010 كانت السياحه وصلنا تقريبا لحوالي 15 مليون سايح. جت بعد كده طبعا الثوره، فابتدت يبقى بقى السياحه طبعا حصل فيها دروب كبير جدا. ابتدى من 2015 كنا وصلنا حوالي 3 مليون سايح، بعد كده كنا بنزيد بال 3 مليون، يعني 5 مليون 3 مليون 5 مليون 8 مليون، لحد ما وصلنا ل 2019 كنا قربنا نوصل ل 13 مليون سايح. جت ازمه كورونا، ابتدى يحصل تراجع. كنا اول 6 شهور عملنا حوالي 2 مليون و600 تقريبا او 3 شهور، وبعد كده اخر 6 شهور اثناء كورونا عملنا حوالي 600,000، يعني عملنا حوالي 3 مليون سايح في اثناء ازمه كورونا. وده برضو يعتبر رقم بالنسبه لدول كتيره في العالم ما كانش عندها حاجه خالص. يعني الحمد لله احنا نحمد ربنا ان احنا كان عندنا بريق امل، وكان عندنا برضو في ابتدينا نشتغل بشكل معين. جت بعد كده ابتدى من بعد كده طبعا ازمه، جت ازمه طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه، فطبعا دي برضو اثرت بصوره كبيره جدا على جزء من السياحه. فشايف ان السياحه مرينا بازمات كتيره جدا في الفتره اللي فاتت دي. استاذ هشام، خليني اتكلم وانا بتكلم على السياحه المصريه، ممكن نعملها ملفات كده، يعني نتكلم مثلا نقول سياحه شاطئيه، يبقى بنتكلم على الشاطئ المصريه، الغردقه، شرم الشيخ، مرسى علم، دهب، وسياحه ثقافيه وخاصه بقى بالحضاره والاهرامات والكرنك و ممكن نتحدث عن ملف اخر
عن سياحة دينية إلى البيت والعائلة المقدسة، وممكن نتكلم كمان على القاهرة القديمة وما يتم فيها من تطوير. لكن خلينا نتكلم على السياحة الشاطئية، وخاصة أن مصر تمتلك يعني شواطئ جميلة. يعني ليه الأعداد، حضرتك ذكرت أرقام مش عايز أذكرها يعني، لكن الأعداد عندنا أعداد قليلة شوية. أولا إحنا عندنا تكلفة السائح الخارجي ضعيفة، وفي نفس الوقت مش عايز أقول ما فيش تنوع، يعني بنعتمد على السائح الروسي، فحصل دروب الدنيا وقعت في الغردقة وبعدها شرم الشيخ على طول. إزاي ممكن ننمي السياحة الشاطئية في مصر خاصة في ظل شواطئ يعني جميلة مش وحشة يعني زي ما بقول؟ طب احنا عندنا في مصر بالنسبة للشواطئ، في عندنا بالنسبة للسياحة الشاطئية الميزة عندنا ان احنا عندنا طول السنة الجو حلو. فانت عندك مثلا لو اتكلمنا عليها سيزون، هنتكلم في عندنا سيزون يبتدي من شهر 10 لشهر 4، ده اللي بيبقى مشتى، وده بيتميز بمنطقة بتاعت الأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ. دي بتبقى في الشتاء أثناء ما بيكون 23-24-25 العالم كله بيكون برد، واحنا عندنا بيكون الجو مناسب. لو جينا بعدها يبتدي السياحة الشاطئية الصيفية اللي بتبتدي من 1/4 لـ1/10، يبتدي تروح زي منطقة بتاعت ساحل الشمالي والعالمين الجديدة والمناطق الجديدة، وتروح مدينة الجلالة والأماكن اللي ممكن يبقى فيها. يبقى أنت عندك السياحة الشاطئية مقسمة 24 شهر في السنة، ودي مش موجودة في دول كتيرة في العالم. لو جيت على السياحة الثقافية، لا أتكلم على الثقافية بعدين لأن ده ملف كبير شوية. إزاي ممكن نزود مسألة يعني ليه إحنا حاصرين نفسنا في يا روسي سائح روسي يا بعد كده جورجي؟ لا مش يعني ليه ما فيش تنوع في الواجهة السياحية لمصر؟ لان احنا كنا بنسوق لمصر زمان كلها بطريقه واحده، يعني انت المنتج كله هو منتج واحد وانت بتسوق له بنفس الطريقه. اللي هو مثلا بالبلد يعني تقول ايه، تعالى اللي يشرب من النيل من مصر هيرجع له. دي كلها طريقه. لكن دلوقتي اخر 3-4 سنين ابتدت الدوله تتحرك بشكل تاني خالص، ان احنا ندور على اسواق معينه. واللي ساعد في ده القياده السياسيه. يعني الرئيس السيسي الفتره اللي حضرتك لاحظت اخر 5 سنين تنوع الزيارات بتاعته، ما بقاش يروح دول معينه، مش امريكا ولندن والمانيا بس، هو نفسه تنوع انه راح دول كتيره في العالم. الدول كتيره في العالم دي هو فتح على كل دول العالم. يبقى احنا في السياحه لازم نفتح برضو على تنوع مع كل جنسيات العالم. لان انت لما بتيجي تسوق مثلا في الفتره اللي فاتت دي، لو هتسوق مثلا امريكا اللاتينيه خاصه الدول البرازيل الارجنتين دول مهتمين اكتر بالسياحه الثقافيه. فانت لما تيجي تبتدي تشتغل عليهم، تبتدي اول حاجه تشتغل على الطيران بتاعهم، ازاي تجيبهم؟ لان مفيش سياحه بدون طيران. يبقى الاول لازم يشوف النقل، يبقى ازاي انا اجيبه الاول. وده اللي ابتدت تتحرك عليه مصر الطيران في الفتره الاخيره. وزاره الطيران ابتدت تفتح خطوط طيران جديده في المناطق البعيده، فانا شايف ان دي كويسه جدا. ابتدينا نتحرك على اوروبا الشرقيه والغربيه، شايف ان الفتره اللي فاتت دي بقى في تركيز جامد جدا على اوروبا بشكل كبير. عندك حضرتك ذكرت في مبادره هتتم ان شاء الله في بدايه من سبتمبر، التركيز فيها على دولتين في اوروبا. يعني تم التنسيق بين وزاره السياحه وبين سفارتين موجودين، هم دول بيتم التنسيق بينهم، ان هيتم الفتره اللي جايه دي تنشيط بشكل كبير، طبعا بمناسبه مرور 200 سنه على علم البصريات. فانا شايف ان ده خطوه مهمه جدا. ابتدينا نتجه للسياحه الداخليه، او نتجه للسياحه العربيه او الخليجيه، او نتجه على شمال افريقيا. يبقى نشتغل على كذا اتجاه. اول حاجه لو اشتغلنا على السياحه الخارجيه او السياحه البينيه اللي بيننا وبين العرب، دي مهمه جدا، لان ده سايح ذو انفاق عالي وقريب مننا، سهل يجي وسهل يروح ودخوله سهل. انا شايف ان ده كان تركيز مهم قوي، ان احنا نركز على السياحه البينيه والعربيه. وبالذات ان احنا الفتره اللي فاتت دي كان عندنا مشكله في الكفاءه او في الخدمات. ابتدت اخر 3-4 سنين الخدمات تعلى، الكفاءه تعلى، ابتدى في مطاعم كتير على مستوى عالي، ابتدت المطارات تتحدث بشكل معين. يعني انا مثلا في ناس كتيره جدا شايفه ان فتره كورونا كانت يعني ضرر كبير على مصر، بالعكس انا شايف ان فتره كورونا دي كانت نعمه وليست نقمه. لان يعني دي كانت فرصه لينا ان احنا نجهز نفسينا في السنتين دول. الفتره اللي فيها كورونا زي ما احنا فقدنا عماله، في منشات كتيره يعني اغلقت، ومش عايز اقول حتى واحنا بنسافر بنشوف حتى العاملين في بعض المنشات الكثافات قليله جدا. ويعني انا دايما بوجه الشكر لكل العاملين في قطاع السياحه خلال هذه الفتره، لانه تحملوا كتير. يعني حتى العاملين نفسهم كانوا بياخدوا اجازات مع بعض ويبدلوا مع بعض عشان الدنيا تمشي. يعني لما يطلع تقرير من منظمه السياحه العالميه مثلا اللي فقد وظائفه في مجال السياحه في العالم اكثر من 200 مليون شخص على مستوى العالم، دول كلهم فقدوا
فقدوا الثقة حتى في السياحة، لأن شغله بقى يعني ممكن في لحظة يحصل خبر يروح حياته كلها، هو عنده أسرة وعنده بيت وعنده التزامات. فطبعا في ناس كتيرة جدا فقدت. يمكن الدولة كانت ركزت في دي في الفترة دي بصورة كبيرة جدا، إن قالت ممنوع، حافظ على العمالة بتاعتك، ما تصرفش العمالة بتاعتك. مدربة وفيها كفاءات وطبعاً المجال محتاج كده. احنا فقدنا جزء كبير جدا من العمالة المدربة، ودي كانت بالنسبة لنا نقطة صعبة. لكن أنا شايف إن بالعكس الثلاث أربع سنين اللي فاتوا دول بالذات آخر سنتين حصل طفرة كبيرة في السياحة بعد كورونا بالذات، إن احنا بقى عندنا خدمات أعلى. ابتدت ناس كتيرة جدا من اللي سابوا مصر شغالين في السياحة راحوا دول الخليج، ابتدوا يرجعوا تاني، خلاص ابتدى كله شايف إن مصر فيها يعني ما شاء الله حركة. في حركة وفي أمل، في أمل كبير. لما حضرتك تشوف مثلا لأن الموميات، الموميات لما تشوف حضرتك طريق الكباش، لما تشوف الإعداد للمتحف المصري، لما تشوف إن أنت عندك مؤتمر جاي كبير زي مؤتمر المناخ، لما تشوف مجموعة الأحداث اللي تمت في خلال 2022. هتكلم عنها بتفصيل أكتر، لكن خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير برضه هستكمل مسألة السياحة الشاطئية والسياحة الداخلية. يمكن خلال الأزمة اللي حصلت وفي مع يعني السياحة الروسية قلت والصربية ومش عارف إيه، كان في تعويض من داخل الدولة المصرية للسياحة الداخلية. أهمية السياحة الداخلية برضه وانها تبقى مستمرة، يعني خاصة انها عالجت بشكل او باخر ازمة وقوع السياحة الخارجية بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. في إطار دعم القطاع السياحي لما له من أهمية كبيرة في الناتج القومي المصري، تعمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية من خلال عدة محاور استراتيجية، منها جذب ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية. وبالحديث عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة في ملف التأشيرات السياحية، نجد أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية، شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا ودول الشنغن أي الاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزيلندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابة. كما قام المجلس الأعلى للأثار بمنح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ للترويج لهما ولتشجيع الشركات على تنظيم البرامج السياحية لهما. كذلك يجري العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به وزارة السياحة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية، حيث تم إعادة تقييم 716 فندقا على مستوى الجمهورية حتى الآن. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. استاذ هشام، السياحه الداخليه وحتى زميلي مدحت الزهيري مخرج حلقتنا النهارده بيقول انها يعني اسعارها عاليه بالنسبه للمصريين. هي عاليه يعني لما نشوف المجموعات اللي بتيجي من الخارج، بصراحه في فرق طبعا في الاسعار. طبعا. طب مش مشكله يعني؟ طبعا مشكله، لان انت عندك برضو يعني نفسي طبعا اللي بتمناه الفتره اللي جايه دي ان يكون في اسعار موحده، ما يكونش فيه لكل جنسيه سعر، ده مهم جدا. لان ده بيعمل يعني عمليه عنصريه بالنسبه للاسعار، ده مهم قوي.
طبعا الفتره اللي فاتت دي لو حضرتك شفت من 2019 كان نسبه السياحه الداخليه في مصر مقارنه بالاخر ست شهور زادت بنسبه من 90 ل 93%. ده كويس. اه وعندك السياحه الاوروبيه اللي هي كانت هولندا والمانيا وامريكا وفي وايطاليا في حوالي ست دول كانت السياحه زادت فيهم من الفتره مقارنه ب 2019 لحد السنه دي زادت من 80 ل 83%. فده يعتبر اسواق بعينها زادت بشكل كبير جدا. عندك السياحه الخليجيه برضو زادت بصوره كبيره جدا في الفتره اللي فاتت خلال السنه الاخيره بالذات خاصه يعني الفتره دي سواء الصيف او الصيف اللي فات. فطبعا ده يعتبر معدلات انا شايف ان هي ماشيه لتحسن كبير جدا ما كانش موجود عندنا، وخاصه ان انت فقدت جزء كبير من نايت لايف في مصر. يعني لو كلمت على السياحه كل منطقه وليها مقاومتها. يعني لو كلمت مثلا انت مش رايح شرم الشيخ عشان تفضل قاعد مثلا او الغردقه عشان تفضل قاعد في الاوتيل، انت عايز تعمل عايز تروح سفاري بحر، عايز تروح سفاري صحراء. في متحف دلوقتي في شرم الشيخ وفي متحف، هو برضو الدوله نجحت ان هي عملت مجموعه متاحف في كل المناطق الشاطئيه. فدي برضو اللي هو بيوردي اللي بيروح سياحه شاطئيه ان انا ادي له خلفيه على السياحه الثقافيه فيبتدي ياخد خلفيه عنها يجي لها مخصوص. فانا شايف ان السياحه الشاطئيه في الفتره اللي فاتت دي ماشيه بصوره حلوه كويسه يعني مقارنه بدول كثيره في العالم، وخاصه ان مصر يمكن الموقع في موقع لسه منزل من الاسبوع اللي فات ان مصر من اكبر الوجهات في الدول العربيه والافريقيه السنه دي، اكبر ثلاث وجهات. طبيعي هو ده طبيعي نظرا لحجم الاثار اللي موجوده او حجم الاثار اللي موجوده. لكن خليني هنا برضه في التقرير عرض مساله، يعني كلنا دلوقتي بالموبايل كده تاخد تاشيره يعني بالظبط وتطلع المطار، مساله تسهيل الحصول على تاشيره، لان انا مش بقول ابقى رايح سايح واقف في طابور والحاجات ابلكيشن واعمل انترفيو القصص دي، يعني مساله الخطوات اللي اتخذتها الدوله المصريه في تسهيل الحصول لاجراءات بالنسبه للسياح. دي كانت مهمه جدا ان هم حوالي 180 دوله دلوقتي يقدروا ياخدوا التاشيره بتاعتهم عن طريق الاونلاين، ان هو يكون واخد اوريدي مجموعه الست دول اللي هم الكبار، يا اما يكون واخد الشنغن او يكون واخد امريكا او يكون واخد اليابان او يكون واخد الدول. لو هو معاه التاشيره بتاعته على الباسبور يقدر يدخل مصر، والتاشيره ساريه يقدر يدخل مصر على طول. دول 180 دوله، وفي اكتر من حوالي 76 دوله يقدروا ياخدوا التاشيره بتاعتهم في المطار مجرد الوصول. مجرد الوصول. فانا شايف ان دي كانت مهمه جدا، ان انت عندك من اكتر العقبات اللي بتصادف مصر كانت في الفتره اللي فاتت دي كان موضوع التاشيرات بجنسيات بعينها، لان بيجي جنسيات يقول لك الجنسيات دي صعب تدخلها او في مشاكل معينه. فشايف ان الدوله خدت اجراء مهم جدا، وده هيساعد بصوره كبيره جدا ان انت يجيب لك اكبر اعداد، لان السائح ده زي حضرتك قلت معاه الموبايل عايز يسافر في لحظه، عايز ياخد قرار في لحظه، عايز لاست مينت، عايز يقرر دلوقتي يروح مصر، لسه بقى هيقعد شهر عشان يستنى تاشيرته. فدي انا شايف ان دي كانت خطوه مهمه جدا، وبرده اتمنى انها تكون يعني في الفتره اللي جايه نبتدي برضو ندخل دول ثانيه زياده بحيث ان مصر تبقى اوبن على كل العالم. شايف ان دي خطوه مهمه جدا طبعا بما يراعي الامور الامنيه طبعا دي مهمه جدا. خلينا نتكلم يعني الملف الشاطئي، واذا كان يعني محتاج برضو شويه عنايه، لان انا فاكر برضو في احد المرات رحت الغردقه وكان في يعني جزيره زي جيفتون تقريبا، ورحنا هناك وكان الجو حر جدا، واتضح ان ما فيش اي مكان للخدمات، يعني لا مكان تداري فيه من الحر ولا في ميه وبتاع. فمساله الخدمات على الشواطئ دي مهمه جدا، ويكون برضو الاسعار مناسبه. يعني هنا اتكلم على حدثين تموا في مصر اخيرا اللي هو نقل المومياوات الملكيه وطريق الكباش اللي افتتحه السيد الرئيس في الاقصر. اولا كان في حاله ابهار وحاله يعني كلنا كمصريين شعرنا بالفخر فيها. يعني الحدثين دول وتأثيرهم على السياحة الثقافية والحضارية، طبعا انا شايف ان الحدثين دول مهمين جدا، لان انت لو اتكلمنا على السياحة الثقافية، السياحة الثقافية هو السائح الثقافي بيعتبر دخله انفاقه اعلى، لان هو مجرد اي حد لنا فئة معينة مجرد ما دخل البلد انت دخل لك خزينة الدولة اكتر من 300 دولار اللي هم المزارات اللي هيدخلها ده من كل سائح اجنبي. فانت اوريدي سائح غالي يعني انفاقه اعلى، فانت اوريدي الدوله كلها بتستفيد منه سائح السياحه الثقافيه. فالدوله في الفتره اللي فاتت دي احنا كان عندنا مشكله طول عمرنا ان احنا ما عندناش الابهار او العرض، ما عندناش طريقه العرض. طريقه العرض كانت بتنقصنا فيها التسويق الماركتنج، ان انت تدخل المحل من بعيد اول ما تشوفه تدخل تنجذب ليه. انا شايف ان المومياوات دي كانت اول خطوه لينا في طريق ان احنا ازاي نعرض نفسنا بشكل معين. اول حاجه كانت ليها ميزه ان احنا عملناها في وقت كانت كورونا، الناس كلها قاعده في البيت. اثنين كان كل الناس ستي هوم فعايزه تتفرج على حدث. ثلاثة طريقة العرض بتاعته وطريقة حضور سيد الرئيس بنفسه معناها ان هو القيادة السياسية كلها مع الحدث الدولة كلها، ان طريقة التجهيز ليها زي ما حضرتك قلت معالي دور الرئيس الوزراء بيعمل ايه؟ مجلس لكل الوزارات
زي ما تم في نقل المومياوات. نقل المومياوات الموضوع مش وزاره سياحه، ده وزاره ثقافه، على اناره تمت، على شوارع اتعملت بشكل معين، على وزاره الثقافه جهزت بشكل معين، وزاره الاثار اشتغلت بشكل معين، كل وزارات الدوله اشتغلت في الحدث ده عشان تظهر الشكل ده، ابتدى يتعمل له اخراج بشكل معين، ابتدى العالم كله اتفرج عليه. والحاجه الاهم ان انت لما جيت تعرضه ما عرضتوش في مصر بس، احنا لان احنا كنا بنعمل حدث واحنا اللي بنشوفه، واحنا جبنا ميسي عشان نقعد نتفرج عليه احنا في اون تي في، احنا بدل ما نروح نجيب قنوات عالميه نحط فيها ابتدينا سوري يعني نجيب فيه. فانا شايف ان دي مهمه جدا، انت خدت مساحه في كل القنوات الفضائيه العالميه وابتديت تعمل فيها، دي خطوه جديده. لما يكون عندك الاسبوع اللي فات مثلا في نيويورك اكبر تايم سكوير، اكبر ميدان في العالم بيحضر بيدخل فيه كل سنه من 80 مليون سائح، لما يتم عرض فيلم كامل عن مصر الاسبوع اللي فات ويبتدي يتم عرضه ويتم التعاقد معنا، شايف ان دي خطوه مهمه جدا. دي الخطوات اللي احنا نعملها، ازاي نوصل للعالم كله بره الترويج بس بشكل جديد، ازاي تظهر نفسك. حضرتك نقل المومياوات تم بشكل رائع، طريق الكباش تم بشكل عالمي، التجهيز من دلوقتي للمتحف المصري تجهيز بشكل رائع. الحدث ده المتحف المصري الكبير، وانا دايما برضو وما زلت مصر على المسألة دي، في فرق كبير قوي ما بين الاثر والبيئة اللي حوالين الاثر، وهاخد دي بالتفصيل خاصة في القاهرة القديمة او قاهرة المعز، تلاقي اثر مهم جدا ولكن البيئة اللي حواليه باعة جائلين متسولين عفوا، يعني المكان نفسه مش نظيف، ودي في بيبقى مشكلة. اثر مكان فيه اثر جميل، البيئة اللي حواليه في حاجة الى تغيير. يمكن استاذ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المنوري منذ فترة قليلة كان في الازهر والحسين والمنطقة دي وبيعاد تشكيلها. اتكلم على المتحف الكبير واهمية هذا الحدث، لان احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من القطع الاثرية غير موجود في اي متحف في العالم بما فيهم اللوفر. يعني عشان كده يبقى التأخير بتاع أزمة كورونا كان ليه ميزة. لو احنا كنا افتتحنا المتحف المصري من سنتين او المتحف المصري نفسه كان هيبقى مجهز، لكن المنطقة المحيطة بيه اللي حصل من الدولة في السنتين اللي فاتوا دول بسبب تأخير كورونا وبسبب ان احنا اتأخرنا وتأخير المتحف المصري، لو حضرتك شفت حجم التطوير اللي تم في المنطقة اللي فيها من اول تجهيز مطار سفنكس، الطريق تجهيزه، الطرق اللي مؤديه للهرم، المنطقه المحيطه كلها، البنيه التحتيه اللي موجوده، المنطقه اللي ابتدوا يجهزوا فيها مدخل الهرم وتجهيز الهرم والمطاعم اللي تم عملها في الهرم في الفتره اللي فاتت وتجهيز المنطقه المحيطه. انا شايف ان ده ليه اهميه كبيره جدا، حجم الغرف الفندقيه اللي ابتدوا يجهزوا لها في المنطقه المحيطه بالهرم، لان انت عندك بيبقى عندك مشكله في اي اثر ان انت لازم يكون عندك قاعه يعني قوه استيعابيه بالنسبه للفنادق عشان الناس اللي هتيجي هتقعد فين. المنطقه المحيطه زي ما حضرتك قلت، تجهيز المنطقه كلها بالشكل اللائق، لان في الاخر خلاص انت يهمك ان السائح اللي جاي ده السائح ده جاي يمر بتجربه سياحيه، التجربه بتاعته دي يا اما تجربه ناجحه يا اما تجربه مش ناجحه. التجربه الناجحه بتيجي بايه؟ حجم المواقف اللي بيمر بيها، حجم المواقف اللي بيمر بيها دي. ما اقدرش اقول ان المواقف دي بس اللي شغالين في قطاع السياحه يقابلوه، كل الشعب المصري المفروض يكون مؤهل للسياحه ويكون يعرف يعني ايه اهميه السياحه. هتكلم في الجزء الاخير من الحلقه على ثقافه الثقافة، ان الناس يبقى عندها ثقافة ان السائح ده جاي يشوف بلدك، الثقافة انك تقابل السائح بابتسامة، دي مسألة في منتهى الأهمية. لكن خلينا نطلع تقرير بعد هذا التقرير، برضه هستكمل مسألة الأثر والبيئة اللي حوالين الأثر، لأن الموضوع ده مهم. فابقوا معنا. تتطلع مصر إلى جذب المزيد من الزوار من دول أمريكا اللاتينية وآسيا مع إضافة خطوط طيران دولية جديدة تربط هذه الأسواق بمدينة شرم الشيخ في محاولة للحد من التأثيرات السلبية التي لحقت بصناعة السياحة بعد العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية. ويهدد الصراع تدفق الوافدين الروس والأوكرانيين الذين يشكلون 30-40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر. لذا تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع عودة الدول الأوروبية التي بقيت في الغالب بعيدة عن المنتجعات المصرية أثناء جائحة كورونا. يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات للبنك المركزي أن عائدات السياحة في مصر بلغت 5.8 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعا من 1.8 مليار من مليار دولار في الفترة نفسها من العام الذي يسبقه. وقد تسهم الرحلات الدولية الجديدة إلى مدينة شرم الشيخ
من دول الخليج مع استئناف الرحلات اليومية بين القاهرة وموسكو في استعادة بعض ما فقدته السياحة المصرية، وكذلك الرحلات المحدودة من روسيا إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر. وعلى المدى الطويل فإن دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل ستمثل سوقا جديدة لمصر، كما تشمل الأسواق الأخرى المستهدفة من جانب وزارة السياحة المصرية كل من الهند وباكستان والمغرب والجزائر ودول الخليج مثل البحرين وقطر والكويت، في حين تجرى مناقشات أو يخطط لها مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وإستونيا حول كيفية تعزيز الزيارات. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم جدا. هشام، كنا بنتكلم على المتحف الكبير و تاثير افتتاح هذا المتحف على خريطه السياحه في مصر يا استاذ هشام. انا اعتقد طبعا هيكون ليه اثر كبير جدا، وخاصه ان انت افتتاح انا معتقد ان شاء الله هيكون في شهر 11، وزي ما يعني بيشيروا انه هيكون في شهر 11 تزامنا مع مناخ مناخ، ان هو برضه يكون في بعض الرؤساء يكونوا موجودين فممكن يزوروا الحدث. والحاجه الثانيه ان احنا مرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون، فدي برضه كان مهم جدا ان حضرتك بقى عندك لاول مره في العالم ان انت ال 5000 قطعه الخاصين بتوت عنخ امون يتم عرضهم في مكان واحد. التجهيز المتحف المصري انا شايف ان ده هيكون ليه طفره في السياحه الثقافيه، لان مجموعه الاثار اللي موجوده فيه والتاريخ بتاعها والطريقه اللي معمول بيها وقاعات المحاضرات اللي معموله وطريقه التقنيه اللي معمول بيها، انا شايف ان دي على اعلى مستوى. ده هيخلي ناس كتيره جدا مهتمين بالسياحه الثقافيه، هي يعني شايف ان هيكون ليها طفره في مصر ان شاء الله. يمكن الامور اللي ما بحبش اتكلم فيها بصراحه هي مساله هيئه تنشيط السياحه يعني ومكاتبها في الخارج، لان لما اشوف مكاتبها في الخارج تحزن، واللي شغالين في المكتب بقى يعني بالحب كلهم يعني، لكن مش هتكلم في المساله دي، خاصه ان في بعض مكاتب في اماكن اصلا احنا يمكن ما بنتعاملش معاهم اصلا، ولا انا غلطان في مساله هيئه تنشيط السياحه؟ والله انا ليا وجهه نظر بالنسبه لهيئه تنشيط السياحه، اتمنى ان يتم يعني يكون احنا عندنا سفارات في كل دول العالم، يتم من كل سفاره في العالم يكون في حد معين مخصوص بالسياحه، يبقى في حد جوه السفاره في كل دول العالم. في الحاله دي هيقوم في الدوله نفسها، في الحاله دي ما بنكلفش الدوله ان احنا نفتح مكاتب تنشيط، نعمل مؤتمرات او نعمل معارض لترويج السياحه مره في برلين مره لا في لندن، انا شايف ان برضو العائد بتاعها ما بيبقاش مجزي قوي يعني، لما يكون في موجود مكتب في كل السفاره زي ما انت اشرت. لا دي حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه. المعارض الدوليه زي معرض في خاصه اكبر ثلاث معارض في العالم اللي هو معرض برلين ومعرض لندن ومعرض، وعندنا المعرض اللي موجود في دبي وعندنا المعرض اللي موجود في اسبانيا الفيتور، دول من اكبر معارض العالم اللي بيتم فيه موجودين فيه، دول موجودين لان دول بيتم يعني دول بيبقوا على المستوى الحكومي وعلى المستوى الـ 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 يعني الخاص، لان المستوى الحكومي السفراء بيقعدوا مع بعض ويبتدي اذا كان في اي حاجات بينزلوها او بيشوفوا تنشيط الدول بينهم وبعضها، واحنا كشركات سياحه بنقابل كل التشين اللي بره وبنبتدي نعمل تعاقدات معاهم ونشوف ايه المشاكل اللي قابلتهم نقدر نزلها. فالمعارض الدوليه دي حاجه، لكن بالنسبه لهيئه التنشيط عن طريق مكاتب هيئه التنشيط، انا شايف ان لو احنا استغلنا ان كل سفاره في العالم يكون فيها حد مسؤول من ضمن الشغل بتاعه ان هو يقوم بهيئه التنشيط، يبقى انت كده فتحت في كل سفارات العالم مكتب لهيئه تنشيط سياحه يعني بطريقه غير مباشره، ما كلفتش الدوله تكلفه جديده، حد من اللي موجود بيقوم في دول كثيره جدا بتعمل القطاع التجاري هو اللي بيقوم بالقصه دي. فانا شايف ان دي نقطه حضرتك اثرتها مهمه جدا، اللي هو ما هيئه التنشيط في الخارج مهم، وهيئه التنشيط على فكره في الفتره اللي فاتت حاولت بصوره كبيره جدا انها تعمل مبادرات قويه، يعني حاولت بالعكس يعني تتحرك في مجموعه مبادرات وبتستهدف فيها اسواق بعينها، يعني زي ما ابتدينا نستهدف السوق الخليجي زي المبادره الاخيره اليوم عندنا ما بيخلص شت في مصر صيف في مصر، الحاجات دي كان شايف ان دي مهمه قوي يعني. خلينا نطلع تقرير ويبقى عندنا الجزء الاخير من حلقتنا نتكلم على قاهره المعز وتطوير القاهره القديمه واهميه هذا التطوير في مجال السياحه، فابقوا معنا. تعتبر مصر من اشهر الوجهات السياحيه في الشرق الاوسط والعالم، والتي تحتوي على الكثير من الأماكن السياحية والأثرية، وتتخذ الدولة العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة،
فمصر لديها مقومات ومقاصد سياحية كفيلة بجذب ملايين السياح. الاستراتيجية المصرية للتنمية السياحة المستدامة 2030، الاستراتيجية دي كان فيها 10 تحديات مهمة جدا الدولة المصرية ابتدت تشتغل عليها، يمكن أسرد من خلالها كم جزء كده خاص بالتكنولوجيا. التكنولوجيا المحدودة عندنا استخدامها بقى محدود إلى حد ما، ولكن النهاردة احنا بنواكب الزمن وبتدي نعمل طفرات كويسة جدا. عندنا كمان الجزء الخاص بالتسويق، التسويق لمصر وسياحة مصر بقى بشكل مختلف جدا، ابتدينا نشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات دعاية بشكل تقليدي اللي هو التلفزيون وخلافه، بالإضافة للأوت دور والحاجات دي كلها. طيب في جزئية كمان النهاردة بعيدا عن التسويق، تنمية الموارد البشرية بقى تحدي كبير جدا هنا في مصر، ابتدينا نهتم بيه. كمان ابتدينا نبتدي ندرب العاملين كلها في السياحة على الخدمات، على كيفية التعامل مع السائح، على السلوك. كمان في جزئية السلوك دي ابتدينا كمان نهتم، ده تحدي كبير جدا، بالأمن والسلامة الخاصة بالسائح. ابتدى النهاردة قوانين أو الإعداد لقانون خاص بحماية السائح، النهاردة بيتم دراسته بشكل كويس وإن شاء الله يتم عرضه على مجلس الوزراء والنواب. وفي إطار عملية دعم القطاع السياحي، فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، والتي ستعمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا النشاط المهم. بنحتاج رقم واحد دعم الحكومة لنشر الوعي الثقافي عند الناس، ازاي تعامل مع الجست وازاي تعامل مع الضيوف. أهم من ده وده التسويق. في الوقت الحالي السياحة في مصر حاجة تانية غير زمان صراحة، في كافة النواحي والجوانب. يعني بعد العمل والإنجازات اللي عملها السيد الرئيس في مصر من يعني الكباري والطرق والشوارع والأنفاق وكل حاجة، ده البنى التحتية دي بيشجع السائح وتنقل صورة جميلة، ودي فعلا الواقع عن مصر. تمام، كل ما تكون في تطور في الجانب ده، وما شاء الله في تطورات برضه مستمرة ولا زالت، وفي إن شاء الله في الأيام القادمة أو السنين اللي جاية هيكون أحسن وأكتر، ده بيشجع السياحة أكتر وأكتر ترى عن زمان. المصريين نفسهم كمان أصلا ينفتحوا في السياحة أكتر. يعني الأول كان المصريين بيحبوا يروحوا دايما الحتت العادية، الشواطئ اللي هي اسكندرية حاجة كده، إنما دلوقتي بقى يحبوا كمان إن هم يروحوا المناطق السياحية كفنادق بقى، اللي هم بيطلعوا رحلات 3 ليالي و4 أيام وحاجات زي كده، وده الصيف كله بيبقى تقريبا فولي بورد يعني في بسبب المصريين الموجودين. وفي إطار جهود وزارة السياحة للترويج والتنشيط السياحي، من المقرر إطلاق حملة دولية خلال شهر سبتمبر المقبل تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق المستهدفة حسب التطورات الدولية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. استاذ هشام، تغيير ملامح القاهره المعز ووسط القاهره، خاصه ان ما فيش مكان يعني في قلب القاهره من جوه الا ما في اثر. مظبوط، ده انا شايف ان ده يعني كان طبعا اول حاجه كان ثلاث تجهيز ليه، اللي هو شارع المعز بشكل معين بحيث ان هو تم تجهيزه بحيث ان انت تبقى كانك موجود من 1000 سنه، يعني موجود في وتشوف التاريخ بتاع مصر وتتفرج على الاماكن اللي موجوده، وتتفرج على حمام التلات، وتتفرج على الاماكن الاثريه نفسها والمشربيات وطريقه البيوت اللي موجوده والجوامع اللي موجوده فيها. انت عارف برضو المتع المجامع هناك والمآذن اللي موجوده هناك، وغير كده انت عندك مجموعه الديانات اللي موجوده هناك، الاثر الخاص بمجموعه الديانات اللي موجوده في المنطقة بتاعت كل مصر القديمة دي. طبعا كلها انا شايف ان دي الاهتمام بيها مهم جدا، وخاصة ان الدولة نفسها اتجهت لده. يعني حتى لما اتجهوا ان يشيلوا كل الاماكن اللي موجودة، مثلا ان انت تشيل منطقة مجمع التحرير وتخلي المنطقة دي كلها منطقة سياحية، تعمل ممشى اهل مصر بالشكل اللي معمول بيه دلوقتي، ان انت تشيل المنطقة بتاعت مسبيرو دي كلها وتجهزها انها تكون منطقة سياحية، هو ده التوسع الطبيعي للمنطقة بتاعت وسط البلد. فطبعا التجهيز للمنطقة الاثرية ورفع الكفاءة والنظافة مع رفع كفاءة الناس اللي موجودين حواليه. ده بقى السؤال الأخير، يعني عندنا شواطئ، عندنا مناطق سياحية مبهرة، عندنا كل ده، ولكن تبقى الثقافة، بمعنى لما بنشوف بوست على السوشيال ميديا يتكلم مثلا عن سائح معين بيقول والله أنا نزلت الدولة الفلانية وقابلت ميني كاب أو سائق وعمل كذا كذا كذا، أو أسرة عملت كذا كذا، الواحد بيسعد. وهنا ثقافة ال يعني
لو ما نشوف سايح ومش عارف ايه الحركات السيئة ديت وانك انت سورة عايز تقلبه ومش عارف الحاجة جنيه عايز تبعها له بعشرة وبعشرين تأثيرها ايه بقى على السايح يا استاذ؟ تأثيرها سيء جدا لان السايح حضرتك لو سايح مرة ممكن افكر ان الناس دي يعني مش طبيعية يعني يعني السايح نفسه بيمر بالتجربة بتاعته لو لقى في التجربة بتاعته بس انه راح اكتر من دولة والناس فكر انه جاي مصر بس لا هو عنده في زي اللي عندك موجود في العالم كله فانت المفروض ان انت يعني ترفع كفاءه الناس اللي عايشين في المناطق السياحيه دي اهم حاجه وبعد كده ترفع الشعب كله لازم يكون الشعب مؤهل للتعامل مع السائح لازم يبقى عارف ان هو بالنسبه له هو سفير لمصر لو حصل موقف منه في الشارع او هينعكس على البلد هينعكس عشان كده يمكن وزاره السياحه اطلقت في الفتره الاخيره دي الخط الساخن اللي هو الخاص لو اي حد من السياح مر باي موقف يقدر يتصل بالرقم دي خطوه ايجابيه التلفزيون مهم جدا من خلال المسلسلات والافلام والدراما ان هي تبتدي تعمل الموضوع بشكل اي سلبيه يظهروا السلبيه واحنا بنعملها بيبقى ايه كمان ونقدر نعمل فيها ايه انا شايف ان ده مهم جدا عشان كده في الفتره اللي فاتت لما ذكرت منطقه مرسى علم ومنطقه الاقصر اللي شغل المناطق دي في الفتره الاخيره بالنسبه للسياحه الخليجيه ايه؟ مسلسل بتاع يحيى الفخراني مع المسلسل اللي هو اتعمل بتاع جراند اوتيل ده خلى المنطقه بتاعت مرسى علم الناس كلها تشوفها بالشكل معين ابتدى لما بيتحرك يحيى الفخراني يحبوها بالشكل يبتدي هو كان بيشوف سلبيات في الفندق يبتدي يتكلم مع ده هو ده المهم ان احنا من خلال مواقف معينه نبتدي نحسن تجربه السائح دي اهم نقطه عندنا رفع الكفاءه التدريب اعاده التاهيل اعاده رفع الكفاءه بتاعه الاماكن السياحيه ان كل جهات الدوله زي ما علي دوله رئيس الوزراء تشتغل على السياحه ان كلها بتخدم السياحه لازم يعرفين ان السياحه دي مش وزاره واحده مصر كلها لازم تشتغل على السياحه من الملفات اللي ممكن نقعد نتكلم فيها كتير ونتكلم على سلبيات كتير ونتكلم على ايجابيات كتير ونتكلم ازاي ممكن الدوله المصريه تستفاد من هذا الملف بشكل كبير جدا خاصه ان في دول ما لهاش اي مقومات للسياحه ولكن عندهم فكر بيقدروا يروجهم بيقدروا يسوقوا مع شويه خشبه كده يلمعوها ويعملوا حواليها بروباجندا وبتاع مطلوب ان يبقى في فكره كان نفسي اتكلم مع الاستاذ هشام على مساله دخول القطاع الخاص في السياحه طالما الدوله يعني عندها مجالات كتيره وفيها صرف كتير وايه اللي يمنع ان القطاع الخاص يخش بضوابط وبرقابه وبمعايير معينه ويبقى هو يتولى امر هذا المجال فيما يخص السياحه يعني ولكن في حلقات قادمه ان شاء الله على وعد ولقاءات اخرى يعني نورت أستاذ هشام بشار شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله أكيد طبعا كل الشكر والتقدير للأستاذ هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرف شركات السياحة كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج ملفات أشكر زملائي في استوديو 2 والشكر لزميلي وليد محمود رئيس التحرير والمخرج الكبير مدحت الزهيري وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة ألقاكم أنا إيهاب اللوندي على خير إلى اللقاء